خبركي لعاشق من جرات بيه المحل كيف من فارقنا حبوبه يعود هالي ما نطيق نسارع والفيك حلف لعيانا من محال الهجرة والذين صرت فنيك غرام قوي منو تجيب الشوف انا تحت في وسط الواجه قربنا بلاني تهي فاس البيت عقلي بزين الثمن صرت ثاني عادم عطي الوحيد راني يا ورزيع في قصري فيا الشمال ساعتي أتوصلي مكاني الشمال ساعتي توصلي مكاني حتى قوتي مرار وهو الضرار قسمين قلبي نار شعلات رمي الشرار اللي مع النهار صبر جماري سلت يا حفار لحجبني خبار حتى غبي القفا ريتو بفصاري حلفت فيا وفيك
حبت فيا وفي قالت لي بصبر ما تشوف ضاري بعت العذرة الجراح صرت مخ الوجه حين وصلت مرسمة غبنية على شيء شفني غارق في بحر بلا موجة قلبي ياد الوعد عييت من راجي بيت عقلي بالباهية دعام موجة كيف نبرى من ضر العشق ينتجي رسلت للهي فنرسلي البيب ضحكا من صحاب الإشارة وحافظ المعاني قال لي ها يا بنت الحياة والحسن رفقي بحبيبك عسى يعود هني يا والفيع في قصر الذهان أشمن الساعة فيها توصلي مكاني أشمن الساعة فيها توصلي مكاني يبقى حين عدول قد ما عمر الطول يبقى حين عدول قد ما عمر الطول والله ولا يجول ما يصيب متالي لو عرفتك ما
مرسول، لو عرفتك مرسول نغلق بقفالي قبل ما تدخل عندي. هي الجساس سير في حالك قبل لا يجوك ناس. سمحت لك دل مرة تمشي سني ملابس، كان عاود تجي توقع بالحال. قول اني يرسلك احنا بناين الناس، اللي سينضر وجهي ولا يشي براسي. تردد مرسولي جاني سريع دهشة، عادلي بخبار السيدة محاري، ما يدري بحوال العشق مع النسوان غير من داق مثلي المرار بالحفاني. يا ولفي عفي قصري الديار، واش من ساعة فيها توصلي مكاني؟ وعلاش يا ولفي عفي قصري الديار، واش من ساعة فيها توصلني مكاني؟ يا اخي هاد الريام قصحهم بكلام، وانا طول الدوام هايم في واهو. العشق الغلام يدمم تدمام، مجروح بشنيام محال ينساهم. إذا سعدك صدقان تزالك ليا، إذا سعدك صدقان تزالك ليا. وما طب سقام بخلو بدواه، ما دريت بهمي نلتقى بلاه. سيريا مرسولي عندك حين الرماش، قل لي
دارني الحوت في فراشي حين وصلت ما عند الباب صار رعاش صبات تفر في شعرها شي حواشي وجبات وبكلام قبيح قالت علاش جيتني لمكاني يا اخي شي بلاشي قال يا مرسول يا غزال وطان طال در عشيقك مسكين رافاني باش فيك حالو ولا جاك نقصان علاش قلبك قاسح يا شين مثل عياني يا ولي عادي قصري الديان واش من ساعة بيها قصري الكامي علاش يا ولي عادي قصري الديان واش من ساعة بيها قصري مكاني ما خفت الله ما نقبل وجاه كلمته ما نسغاه العاشق مقواه صبر طال شقاه قولوا له صرت نهواه وسط ينساه رضاني نرضاه بيا ربي بلاه غدا نحب نلقاه غدا نحب نلقاه يقوم نساه جال عندي مرسولي بخبر يا صاح نعرفو ما يكتب كلمته صحيحة شفاك الله من الجراح ابشر بالخير نيتك باقيه مليحه
بعد ما دقت المرار رويت عسل الجباح جات عندي ولفيت الباية النصيحة في الرياض مسخرة ورفوق القصار في منار الدواح زاوت غالي الشراب اللي يغنب بين الريام السلوان بالخياطر والعود الطار والمغاني آه يا ولفي عفي قصري قيان واش من ساعة فيها توصلي مكاني واش من ساعة فيها تسليم كاني جات ايام الخير راني زاهي كتير ننظم في شعاري هموم قلبي تسلات بساتني وقاتي شربنا في طاسات شمعنا في حسكات بساطنا بفراشات وزهونا محلات الساعات بسرور يا سادات اللي سننسى الوقات ما دمت في حياتي زين ولفي ما لاحكوا في المتابع إنسان من يشبه ولا كان في وطاني خذ مني ياقوت في تاج سلطان خذ مني جهر يا حافظ المعاني آه يا ولفي عفي قصري الديان واش من ساعة فيها توصلي مكاني وعلاش يا ولفي عفي قصري الديان واش من ساعة فيها توصلي مكاني Thank you.
عجيب الأدب والطيب وشف حمرا زبيب زاد التعذابي صرت مبسوط زاد همي وصفى مائي من خلاطي بعد ما كنت مقيد في السجان مربوط الحبيب عتقني من بعد كان باطي وصاف العذراء بكلام مبطوط في تمام النظام نحمد ربنا العاطي السم شحير ما يخفى في كل بلدان الحاج عبد القادر قال الهوى فناني ود الحاج علي يطلب الغفران رد بالك نحكي لك قول ملساني بلادي مستغان مزايا في الأمان أهلي وناسي متب الغريب راني لا تغتب مخلوق ولا تكون كهان بلك لا تبغض نوصيك لا تعاني في الوقت لحقناه كترت فيه المحال والصبر نطلبه من ربنا الغاني آه يا ولفي عفي قصري الديان وش من ساعة فيها توصلي مكاني.